السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أهلا ومرحبا. بحضرتك، أنا سعيدة جدا إن أنا بكلم حضرتك، الله يسعدك يا رب ويكبر ودايما خاطرك. أنا بتعجبني آراء حضرتك الجميلة جدا ربنا يرضى الواقعية عنك، جدا، ربنا يكرمك يا رب. اتفضلي يا وربنا أختي. دايما ينفعنا كده بعلم حضرتك يا رب. آمين وإياكم. نصايحك اتفضلي. الجميل، هو المشكلة إن في شخص مسن تخطى الـ70، أيوه وإن هو يعني الحمد لله من أيام ما كان لسه مثلا في شبابه ابتلي بعدة أمراض يعني، وكان كل ما بيصبر الحمد لله ايوه ابتغاء وجه ربنا، وبيتمثل الآيات اللي موجودة في سورة الرعد كويس. اللي هي بتحض على الصبر ابتغاء وجه الله، وإن نعم، يعني والذين صبروا ابتغاء ابتغاء وجه وجه ربهم. ربهم نعم وأقاموا الصلاة نعم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنات السيئة اولئك لهم أولئك، عقبى الدار. أيوه، نعم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم صحيح وذريتهم، صحيح صحيح. والملائكة بقى يدخلوا من كل باب. طبعا حضرتك يعني تعرف الآيات ربنا دي يكرم. أكتر مني، اتفضلي. ف يعني ده كان هدفه إن هو يصبر ابتغاء وجه ربنا، نعم يعني الحمد لله الحمد لله ربنا قدره، بس ابتلي بقى بكذا مرض صعبين جدا، وكل ما بيصبر على مرض وبيشكر ربنا عليه وبيتحمله ربنا بيبتليه أكتر، فالدرجة بقى ان هو دلوقتي بقى يعني حالته، رغم ان هو يعني النهارده بقى السبعينات مش سن كبير قوي يعني، والناس بيعيشوا وبيخرجوا وبيشتغلوا وبيعملوا كل حاجة هما في السن ده، بس هو بقى يعني ابتلاءاته كتير الحمد لله. هو سامعني دلوقتي؟ ايوه سامع طيب حضرتك، يا رب يكون سامعني عشان أوجه له رسالة. لا هو سامع حضرتك، هذا هو الأب اكتر الكريم. حاجة مؤلمة بالنسبة له ان يعني اخر حاجة حصلت له، او يعني من ضمن الحاجات الصعبة اللي حصلت له، حاجة بتخليه دايما يبقى يعني يشك في طهارته، في ان هو يعني يبتلي بمرض سلس البول، فده طبعا مرض صعب جدا لا 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 لا، ألف ماديا. سلامة عليه. أنا هقول له يعمل إيه دلوقتي. شكرا ليكي. الأول يا جماعة ما ننساش إنه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه. والله يا جماعة كل إنسان ابتلي فصبر، صدق الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبعدين الدنيا دي كلها دار ابتلاء، دار امتحان. ربنا قال لنا في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ده امتحان. وبعدين ربنا يقول: ولنبلونكم، سورة البقرة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبعدين وبشر الصابرين. الله، فالأب الكريم اللي وصل 70 سنة وزيد له في البلاء ومر بمحن شديدة جدا، أنا ببشره ببشارة القرآن. ربنا بيقول وبشر الصابرين. ربنا بيبشرك يا سيدي. وربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. معية ربنا مع الصابرين. ويوم القيامة يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ده شيء عظيم جدا، دي مرتبة عظيمة جدا، مرتبة الصبر. يا جماعة أنا عايز أقول لحضراتكم إنه في الجنة درجات في الجنة ما يستطيع الإنسان أن يصل إليها بعمله. يعني مهما تصلي، تصوم، تتصدق، تحج، تعتمر، تعمل مشاريع خيرية، مش هتقدر توصل للدرجة دي. إيه اللي يوصلك ليها؟ الصبر. فعشان كده رقم واحد بنقول لكل إنسان مبتلى وصبر، ما تزعلش. يا عباد الله صبرا إن توالت الكروب، كلما يشتد كربا تنجلي عنكم ذنوب. إن في القرآن آية وهي طب القلوب، إن مع العسر يسرا قال علام الغيوب. فما تقلقش، ده رقم واحد. رقم اتنين، أهالينا اللي تقدم بهم السن، اللي كبروا في السن، وبعدين بقى في أمراض السن بقى، وأحيانا بقى تيجي مشكلة ضعف المثانة والكلام ده كله. إحنا عندنا قاعدة في الفقه الإسلامي بتقول: المشقة تجلب التيسير. جبنا القاعدة دي منين؟ من كلام ربنا ومن سنة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن الدين يسر، مسألة سهولة. كل ما تزداد المشقة
كل ما تزداد الرخص ربنا ييسرها لنا. فأهالينا اللي ما بيقدروش يتحكموا عشان عضلة المثانة ضعفت، ما تقلقش خالص يا ابويا، ادخل اتوضى واطلع صلي. بس ده في نقط بتنزل، اللي ينزل ينزل ملكش دعوة. ازاي؟ النبي اللي علمنا كده عليه الصلاة والسلام. أهالينا اللي هم على راسنا من فوق، اللي هم تاج راسنا والله، اللي هم الخير والبركة في حياتنا، بس هي دي سنة الحياة يا جماعة. ربنا قال خلقكم من ضعف، أيوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، الفتوة بقى والشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ربنا اللي عمل كده سبحانه وتعالى. ده الترمومتر بتاع الخلق، يطلع وينزل، فلما ينزل ما نزعلش. فنعمل ايه بقى؟ الأهلين اللي حتى بيستخدموا حفاضات والكلام ده فيش اي مشكلة خالص، هو كأن المثانة عنده تعبانة جوه فنقلناها له بره، بيصلي بيتوضى لكل صلاة ويصلي. دخل وقت العصر دلوقتي اقول له يا ابويا اتوضى وصلي، اتوضى وهو بيصلي بيحس ان في حاجات بتنزل، ولا يهمك، ما فيش مشكلة خالص. ده في رأي عند المالكية انه اللي في الحالة دي، اللي على طول عضلة المثانة تعبانة وضعيفة وبالتالي بينزل منه نقط باستمرار، يعني ده بيقولك ممكن يتوضى مرة واحدة في اليوم كله. شوفوا رحمة التشريع بتاعنا جميل ازاي يا جماعة. وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالشيطان يوسوس، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. النفس تقولك اصل ده في حاجات بتنزل وانت بتصلي، ما فيش مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الآباء والأمهات خير الجزاء، وأن يطعمهم طعام الصابرين، وأن يمن عليهم جميعا بالشفاء التام العاجل، وكل مريض اللهم آمين.